قافلة مع رابع أشواط الصباح والمخصص للجعدان المهجنات الأصايل، حيث يندفع هذا الشوط معلنا عن تدشين كذلك فايز في انطلاقات هذا الأسبوع من أسابيع التمهيدي على أرضية ميدان المرموم. نسير إلى المركز الأول وإلى خطوات الناموس. هنا يأتي شعار سمو الشيخ محمد معالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد على مقدمة الشوط. هملول يتقدم بقيادة مختار بن أحمد بن عبد الملك، بينما المركز الثاني يأتي سراب يحتل المركز الثاني. تعود ملكية لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، يأتي في التضمير بخيت بن سالم المسافري من يتابعه في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث انتقل مباشرة إلى نجد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يأتي مضمرا محمد بن سعيد بن حلوة في هذا الانطلاق وهذا التواصل. أما المركز الرابع فانتقل إلى الناوي أو براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الخامس شاهين التابع لهجني ند الشبه، بينما في التضمير سالم سعيد من يتابع في عملية التضمير. المركز السادس النقلة إلى الجاسوس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري في عملية تضميره وتدريبه. شاهين يأتي سابعا لهجن العاصفة، بينما في التضمير يأتي غيات الهلالي. أما المركز الثامن يتقدم مناور، تعود ملكية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز التاسع هناك مشاهدين الأعزاء على المركز التاسع شاهين التابع لهجن العاصفة وبقيادة غيات الهلالي. أما المركز العاشر فيأتي من خلال هذه اللحظات، من خلال هذا الانطلاق والتواصل هنا في هذا الموقع ما يهاب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن خميس الغويص مضمرا ومدربا. ها هي النتيجة، ها هي مشاهدين الأعزاء ساعة انطلاقة هذا الشوط في تنافسه وتحدي بين الشعارات وبين الأخوة المضمرين. الكل يبحث عن المركز الأول بحثا عن بداية الموسم ونشاط يتجدد مع نشاطه. المركز الأول الآن لا يزال سراب لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي متقدما إلى الصدارة والقمة. يضمر سراب في مقدمة هذا الشوط بخيت بن سالم المسافري على الصدارة والقمة الأولى، بينما الهجوم الخماسي من الجانب الآخر. شوف وتابع الآن هجن العاصفة بدأ يتسلل وينطلق من أصعب موقع في الميدان. شاهين لهجن العاصفة إلى المركز الثاني، ضمره المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثالث هناك نجد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة في تضميره. المركز الرابع هملول بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد ومختار بن أحمد في التضمير. شاهين يحتل المركز الخامس، هجن ند الشبه، بينما سالم سعيد هو من يضمره. المركز السادس الآن ننتقل مباشرة إلى براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد يتقدم هنا مع هذه الانطلاقة إلى المركز السادس. أما المركز السابع الجاسوس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب. يأتي عبد الله بن سالم المسافري وشاهين هجن العاصفة يتقدم إلى هذا الموقع، يخطف هذا المركز في هذه اللحظات المضمر غيات الهلالي. شاهين الآخر أيضا لهجن العاصفة ينضم للمركز السابع، ينضم إلى فوج المقدمة. المركز الثامن أيضا شاهين بشعار هجن العاصفة ينضم كذلك انضمام الكبار إلى المنطقة المتقدمة، إلى منطقة التحدي الأولى. لكننا نعود إلى البداية،
وإلى المراكز الأولى إلى صدارة الشوط والمقدمة شاهين 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 هو من يتقدم على المركز الأول وعلى ناموس هذا الشوط لهجن العاصفة لهجن العاصفة التقدم والتحدي ما شاء الله المضمر غياث الهلالي دخلنا في أجواء الكيلو الأخير وعاصفية لهذا الشوط حتى هذه اللحظات مع انطلاقاته كما نشاهد ونتابع المركز الأول شاهين المركز الثاني نجد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ولكن تدخل سريع من شعار هجني ند الشبه على المركز الثاني بقيادة سالم سعيد المركز الثالث شاهين هجن العاصفة بينما مشاهدين الكرام المركز الخامس هجن العاصفة يتقدم على المركز الخامس ها هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى ولكن عودة إلى مقدمة الشوط والسلالة الشاهينية هجن العاصفة تضيف السوبر هاتريك في انطلاقة صباح اليوم في انطلاقة الصباح ها هو مشاهدين الأعزاء شعار هجن العاصفة يبدأ في التحدي والانطلاق يبدأ في التنافس الجميل والأصيل انطلقت السلالة الشاهينية وشواهين العاصفة إلى المراكز الأولية المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث لهجن العاصفة الهاتريك في مستوى هذا الشوط ومستوى الصباح الأربعة الأشواط الأولى هجن العاصفة تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وتقديم المنافسات القوية المركز الثاني شاهين هجن العاصفة المركز الثالث شاهين هجن العاصفة المركز الرابع نجد اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وشاهين يحتل المركز الخامس لهجن العاصفة ها هي النتيجة مشاهدين الأعزاء لمراكزنا الخمسة الأولى المتقدمة نعود إلى التوقيت الزمني للمنافسات مشاهدينا الكرام وانطلاقة هذه الأشواط عودة إلى التوقيت هنا سبع دقائق مشاهدينا الكرام 54 ثانية وثلاثة أجزاء من الثواني تهانينا للهجن العاصفة وتهانينا إلى المضمر غياث الهلالي بينما المركز الثاني سبع دقائق 55 ثانية ثلاثة أجزاء من الثاني تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي المركز الرابع شاهين هجن العاصفة سبع دقائق 56 ثانية جزءا وحيدا من الثاني تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تهانينا للجميع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام شوطا يبدأ وشوطا ينتهي وهو الشوط الخامس مخصص للإذاع البكار المحليات الأصايل انطلاقا موفقا